طب ايه رأيكم لو جبنا مكان مستعمل بس يكون طب نستأذن احنا بقى؟ لا خليك خليكوا عشان لازم تعرفوا قيمة البني آدم اللي انتوا شغالين معاه. أنا لولا البنت دي كان زماني محبوس. وشهر ولا اتنين وكان اتحكم عليها بالإعدام. لولا البنت دي كان مستقبلي ضاع وكان زمان أمي بتعيط وهتموت من الحسرة عليها. دليلة انت جيتي في حياتي عشان تمنعيني ان ازي نفسي. انت مش مراتي وبس، لا انت روح قلبي، انت الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لي. انا اسف حبيبي، حقك عليا وانا ليه ما تزعليش. انا مش زعلانه، عمري ما زعل منك.